قال رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطبا الله تبارك وتعالى في مناجاته: إلهي إلى من تكلني؟ إلى قريب يتهجمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ أم إلى المستضعفين لي وأنت ربي ومليك أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. هذا المعلم، هذا النبي الأعظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ثورة الدعاء هي ثورة الحبل المتصل من الأرض إلى السماء، يستمد الأحرار القوة والعزة والصبر والصمود من تلك القوة المطلقة من الله تبارك وتعالى. وهنا تأتي أهمية هذه الفعاليات وهذه الأماكن المقدسة في ثورة الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. الحمد لله الذي ليس لقضائه كافر ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع، وهو الجواد الواسع فطر أجناس وأتقن بحكمته الصنائع، لا تخفى عليه الطنائع ولا تضيع عنده الودائع، جازي كل صانع ورائش كل قانع براحم كل طارئ، ومنزل المنافع ومنزل المنافع والكتاب الجامع. جاوبني يا أبا عبد الله، لقد عرضت المسيح وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولانا يا أبا عبد الله. قصدت محرمك وأتيت مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة بمنه وجوده وكرمه. السلام على الحسين وعلى برحمتك يا رب.
يا شديد الانتقام يا الله ما شاء الله.